نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ونستهلها بالعناوين. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن 15 أوت الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، والمندوبية الولائية بورغلا تباشر تحذيراتها لإنجاح هذه المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية. ضمن الجهد التنموي نتابع المشاتي الحدودية بولاية تبسة تستفيد من برامج حيوية، وولاية برج باجي مختار تتدعم بمشروع مركز جديد لتخزين وتوزيع منتجات الوقود. في فلسطين المحتلة شهداء وجرحى في تواصل الغارة الصهيونية على قطاع غزة، وحصيلة الضحايا ترتفع إلى أزيد من 39,400 شهيد. أهلا بكم من جديد. بداية، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسية 7 سبتمبر المقبل، والذي سيكون يوم 15 أوت الجاري. وتؤكد السلطة في بيان لها أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تذكر المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها، وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومراقبة إنفاقها، حيث يجب على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد مع تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية. ويضيف البيان أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد، وأن المساهمات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين تكون في حدود 600,000 دينار جزائري كحد أقصى، كما لا يمكن تلقي هبة نقدية أو عينية مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو شخصية أجنبية، باستثناء الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين بالخارج. ويضيف البيان أن نفقات حملة الترشح لا يجب أن تتجاوز 120 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 140 مليون دينار جزائري في الدور الثاني. وضمن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة، باشرت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لورغلا تعبئة الوسائل اللوجستية كافة لإنجاح هذا الموعد ومعاينة جاهزية الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية. عيسى تومي. تقوم هذه اللجنة تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بورغلا بمعاينة الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 7 من سبتمبر، والوقوف على مدى جاهزيتها لرصد النقائص وتداركها. الحمد لله كانت الاستجابة نتاع يعني المدراء الدي جي اس، ولا المدراء اللي عندهم هذه القاعات، ولا البلدية، ولا مديرية الثقافة، يعني عطاونا معظم القاعات اللي يمكن تحت الحملة الانتخابية، وتم إحصائها، وحصينا يعني اللي حصينا حوالي 20، لكن وقف الرأي 11 قاعة. هذه القاعات مهيئة بكل لوازم، سواء من حيث السونوريزاسيون أو من حيث المقاعد أو أيضا تأمينها. واليوم شكلنا فريق لمعاينة هذه القاعات، ومن أجل تقرير مدى تهيئتها. فيما تتم بالمندوبية الولائية عملية ضبط المراكز الخاصة باستقبال الناخبين على مستوى إقليم الولاية، وتعبئة كافة الوسائل البشرية والمادية للتحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي. قمنا بتحضير القائمة للمؤطرين، لازالت في بدايتها، على أساس أنه يستوجب المؤطرين للمكاتب والمراكز التصويت في حدود 3200 مؤطر.
ويقدر عدد الهيئة الناخبة المتحصل عليها من خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بورغلا ب 205,685 ناخبا موزعين على 85 مركزا و 493 مكتبا انتخابيا. وتعزيزا للمسار الديمقراطي، يأتي المواطن في صلب جهود إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال مشاركته القوية وسط تطلعاته لتجسيد المزيد من الإنجازات والمكاسب التنموية. مراد عبروس. بتطلعات تجسيد مزيد من الإنجازات وبمسؤولية بمستوى الحدث الانتخابي، ينتظر مواطنو تيارت موعد 7 سبتمبر للإدلاء بأصواتهم. حنا نطلع أن هذه الانتخابات الرئاسية تفوت في أمن وأمان، وإن شاء الله الشعب ينتخب بقوة باش نعطوا مصداقية لبلادنا وللرئيس تاعنا ويكونوا فيها وطنيين مخلصين للوطن. رانا في نمشيو في المسيرة الانتخابية ونقوم بالواجب تاعنا كمواطنين مخلصين لهذا الوطن. هذا ويعول في هذا الاستحقاق على المشاركة الواسعة لجعل الحدث عرسا وطنيا. لازم يروح ويثبت الوجود تاعو، باه يثبت الوجود تاعو، يثبته بالفوت، يحط الصوت نتاعه ويحاسب على الصوت نتاعه. تما عادك شبه تقدر تحاسب وتقول راني نحوش على صوالح. أن يكون إقبال للمواطنين ولاية تيارت خاصة والجزائر عامة أن يساهموا في إنجاح هذا العرس السياسي في 7 سبتمبر المقبل. تطلعاتنا كسكان ولاية تيارت هي ربما مطالبة بتنمية للولاية، ولما لا حتى وضعها كمشروع كأولوية للدولة. رئاسية 7 سبتمبر هي محطة لتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر وتمتينه بالشرعية الشعبية. حزبيا، أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف أن دخول الحركة المعترك الانتخابي يأتي عن قناعة الحركة التي لها كل الإمكانات لخوض الرئاسية المقبلة. وأضاف حسن شريف في كلمة له خلال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني للحركة، حضرها أعضاء المجلس ومناضلو ورؤساء المكاتب الوطنية والولائية، أن برنامج الانتخابي سيكون موسوما بفرصة وفق مبادئ ومواقف الحركة. ولعل حضور حركة مجتمع السلم في الانتخابات الرئاسية القادمة هو فرصة لتعزيز كل هذه الخيارات والمقاربات التي تنطلق من الدفاع على الحريات والدفاع على القيم والثوابت وتعزيز مسارات التنمية والعمل على جعل البلد بلدا محوريا، لأن هذه المسؤولية إخواني الأفاضل تفرض علينا أن لا نبقى على الهامش وأن لا نتأخر على أداء دورنا بالإمكانيات التي بين أيدينا وبما هو متاح لنا. وقد أثبت المسار الحالي صدقية خيار مجلس الشورى الوطني في أن نكون مرشحين لهذه الانتخابات. في روبورتاجاتنا التنموية، تعد ترقية الإطار المعيش لساكنة المناطق الحدودية تحدياً رفعته الدولة من خلال تجسيد مشاريع حيوية غيرت من تفاصيل الحياة اليومية للمواطن على غرار بلديتي أم علي وصفصاف الوسرة بولاية تبسة. عن كثب عبد الرحمن شبح. على بعد أمتار من الحدود الجزائرية التونسية تقع مشتة القرقارة بأم علي، منطقة مستها التنمية وجعلت الفلاحين في أريحية للاستثمار بها بعد توفر كل الظروف الملائمة لذلك. الحمد لله استفدنا من السكنات الريفية، استفدنا من رخص الحفر أبار، استفدنا من الكهرباء الريفية، والحمد لله رانا وصلنا رانا في أقصى نقطة في الشريط الحدودي، والحمد لله كما راكم تشوفوا هنا دايرين اللوز، دايرين الخوخ، دايرين البيستاش، وان شاء الله نزيدوا نقدموا اكثر. الطريق هذه كانت ماهيش مليحه، واحد فيه كير باهي ديبلاسي من بوشبكه لمو علي ولا مو علي لبوشبكه يحكم فيها ساعتين حساب ثاني. درك الحمد لله رانا نديروا فيها في 11 دقيقه 4 ساعه بلافو، يعني الحمد لله يعني مريق فيها المواصفات كل.
المجمع الريفي الولجاوة بالرغم من حداثة إنشائه إلا أنه تم ربطه بمختلف الضروريات كالماء الغاز والكهرباء، نفس المشاريع استفادت منها مشاتي صفصاف الأسرة. أنا مواطن مستفيد بقطعة أرض مجمع ريفي اسمه ولجأة، والحمد لله عنا الظروف المعيشية كل شيء، عنا الماء، عنا تريسيتي، عنا الغاز، والدولة وعدتنا إن شاء الله باش يديروا لنا مدرسة وداروا لنا ماتيكو، والحمد لله ظروف ملائمة للمعيشة الحمد لله. في السنوات الأخيرة استفدت ببناء ريفي، الحمد لله وصلت لنا الدولة الكهرباء، الغاز، كأني في مدينة، الماء الحمد لله تهنينا من معاناة تاع قارورة الغاز اللي كانت تكلفنا وتجهدنا، والحمد لله اليوم راني مستقر، اليوم أنا وعائلتي، يكثر خير الدولة الجزائرية ومجهودات الدولة الجزائرية. التهيئة الحضارية وتهيئة المدارس وكذا تهيئة التحسيسات الاجتماعية من المشاريع التي استفادت منها بلدية أم علي الحدودية، التي استفادت كذلك من عيادة للتوليد. كانوا نساس ما يعني باش كي تقرب ولادتهم باش يلقاو بلاصه يولدوا فيها، سما يا تروح لواشيس تاع خالدي في تبسا والا تروح لخ، سما جايه المسافه طويله بزاف. الاضافه هذه اللي ضافوها العياده هذه في ام علي نقصت عليهم بزاف المخاطر، سما نقصت المخاطر منها اللي يستوفاهم الشروط هم يولدوا لهنا، اللي ما تستوفاهم الشروط يا اما نديهم ايفاكياسيون يا نعطيو لهم لاتر دوريونتاسيون، سما نقصنا عليهم حاجه كبيره بزاف. والعياده هذه عندها ماتيريال كبير بزاف، عندنا الماتيريال اللي نسحقوه كل نيسيسير، عندنا سواء في العيادة سواء في اللانيونات عندنا الماتريال اللي نسحقه في اللازم كامل. استفادت دائرة أم علي ببلديتيها الحدوديتين أم علي وصفصاف الوسرة من بولاية تبسة من عدة مشاريع تنموية خلال الأربع سنوات الأخيرة، ساهم إنجازها في تحسين الإطار المعيشي للمواطن، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة ضمن مختلف البرامج التنموية، مست عدة قطاعات كقطاع الموارد المائية بشقيه التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، وكذلك قطاع التربية وقطاع الأشغال العمومية، قطاع التهيئة الحضارية وقطاع الصحة والسكان، وأيضا قطاع الشباب والرياضة وغيرها من المشاريع، ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف المعيشة للساكنة. مشاريع أنجزت وأخرى تنتظر التجسيد ستمكن بلديتي أم علي وصفصاف الوسرة الحدوديتين من الوصول إلى تنمية حقيقية عبر فك العزلة وتوفير متطلبات الحياة خاصة بالقرى والمشاتي. وبولاية برج باجي مختار مشروع واعد لإنجاز المركز الجديد لتخزين وتوزيع منتجات الوقود، مكسب اقتصادي هام يندرج ضمن سياسة الدولة للدفع بعجلة التنمية بالولاية الجديدة. أيمن حنفي. مشروع انتظر طويلا بولاية برج باجي مختار، إنجاز مركز لتخزين وتوزيع منتجات الوقود. المشروع الذي سينهي معاناة المواطن في التزود بالوقود سيسهم بدوره في تسريع الوتيرة التنموية التي تشهدها المنطقة. غوبل راح تفكه، والحاجة لهذه المادة راهي أكثر من الأول، لأن اليوم الولاية راهي بؤرة انطلاق وبؤرة ورشة عمل من جميع النواحي، وهذه وهذا العمل هذا يحتاج الى حاجه اللي تمشيه ويمشيه للمادة الكربيرو. كانت القافلة طول علينا شوية، بصح دروك شفنا باللي كيديروا الديبو هنايا يولي على الاقل يعني المحطات الثانيين يولوا كل يوم والله يولوا كما الولايات الثانيين. وتحسينا للخدمات المقدمه للمواطن تدخل محطه توزيع الوقود الجديده حيز الخدمه ببلديه برج باجي مختار. فاتنا من الضغوطات الياسر واكتظام الكراريس في الستاسيونات والغاشي، قالوا نحمد ربي استاسيو الله يبارك شباب وفيها كل التوفيرات. وهو مشروع خاص بانجاز مركز للوقود اللي تكون القدرة تاعه والسعة تاعه 8000 متر 8500 متر مكعب، الواجب تاعها أنها تلبي كل احتياجات المواطنين مهما كان هذه الاحتياجات وتكون في الموعد. مشاريع حيوية هامة والأولى من نوعها تتدعم بها الولاية الفتية في أقصى الجنوب الجزائري كمحرك أساسي للنهضة الاقتصادية والتنموية. وربط شبكات الكهربائية وطنيا من ضمن المشاريع الطاقوية الكبرى ببلادنا. كاميرا التلفزيون رافقت المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع في مرحلته الأولى انطلاقا من حسرمل نحو تيميمون مرورا بغردايا والمنيعة. أمين شقبق.
وسط الصحراء وتحت درجات حرارة مرتفعة، يعكف هؤلاء الشباب إطارات وعمال بمؤسسات ناشئة على تجسيد أحد المشاريع الكبرى للطاقة في الجزائر، ربط شبكات الكهرباء الوطنية شمال جنوب على مسافة 700 كيلومتر. مشروع استراتيجي سيسهم في دعم الاستثمارات الفلاحية والصناعية وتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في الولايات الجنوبية، خاصة في عز الصيف. ينقسم هذا المشروع إلى 5 مراحل في آفاق 2035 بتكلفة إجمالية قدرت ب 470 مليار دينار جزائري. سنقوم بتثبيت 1689 برج بوزن 35 ألف طن تسلم كلها من طرف شركة سايق، وهي فرع من فروع سونالغاز. تحمل هذه الأبراج خطوط كهربائية بطول 8500 كيلومتر ممونة كليا من طرف مصنعين جزائريين. أما مدة الإنجاز فهي تمتد على فترة قدرها 48 شهرا، كما أسندت مهمة إنجاز هذا المشروع ل 15 شركة جزائرية. رانا في الميدان رغم سخان الصيف، رانا واقفين على المشروع الأعمدة الكهربائية في ولاية المنيعة. الحمد لله الدولة دارت ثقة في الشركات الوطنية، ونحن كشباب في مؤسسات الإنجاز إن شاء الله نساهم في تجسيد وإنشاء ونجاح المشروع. نسبة استهلاك الكهرباء في ولاية المنيعة خلال السداسي الأول من هذه السنة سجل زيادة قدرت بنسبة 30% مقارنة بالسنة الماضية، ومحطة توليد الكهرباء الجديدة هذه كان لها دور فعال في تزويد الساكنة والمحيطات الفلاحية بهذه الطاقة الحيوية. المحطة الجديدة بحسلقارة ومنذ دخولها حيز الخدمة هذه السنة بقدرة إنتاجية بلغت 68 ميجاوات، أسهمت بشكل فعال في ضمان تزويد ساكنة المنطقة بالكهرباء، والأكثر من ذلك ربط المحيطات الفلاحية بالطاقة الحيوية. تحتوي المحطة على 4 مولدات بطاقة الطاقة إنتاجية 17 ميجاوات لكل مولد. يصرف على هذه المحطة مهندسين وتقنيين سهرون على ضمان إنتاج، كما يتم توزيع الطاقة الكهربائية عبر 5 مخارج. مؤسسة سونالغاز هي اللي كونتنا في مؤسسة تاع مدرسة التقنية بالبليدة، والحمد لله استفدنا كثير، ولحد الآن بفضلها راني بفضل ربي وفضلها أنا هنا لحد الآن نشتغل. تم تسجيل عملية إنجاز 40 كيلومتر من الشبكة ذات الضغط المتوسط، وهذا ما مكن الشركة من تلبية الطلب بدون تسجيل أي مشكل. وحاليا سجلنا ربط ما يقارب 10,000 مسكن بالكهرباء من هذه المحطة الجديدة. الخط الكهربائي المزدوج 400 كيلو واط واحد من المشاريع الاستراتيجية الواعدة، وبفضل هذا المشروع الذي يربط الشبكات الوطنية ببعضها ستفك العزلة الطاقوية عن عديد الولايات الجنوبية ضمن السياسة التنموية للدولة، والوصول إلى قدرات إنتاجية ضخمة ضمانا لأمننا الطاقوي والتوجه إلى آفاق التصدير نحو إفريقيا وأوروبا. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصاد اليوم. مواطنو مستغانم يثمنون عملية استرجاع مصنع إنتاج أنابيب الخرسانة بمنطقة فرناكة، والمصنع يستعد لتوظيف أزيد من 300 عامل من أبناء الولاية. أوراق الاقتصاد ومن العجل إليك منال. شكرا لك العلجة. مشاهدينا نلتقي بعد جنرك. أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بالحركية التي يعرفها المشهد الاقتصادي في بلادنا، حيث استحسن سكان مستغانم عملية استرجاع مصنع إنتاج أنابيب الخرسانة العملاقة بعد 5 سنوات من الغلق. العملية تندرج ضمن برنامج سيد رئيس الجمهورية الرامي لاسترجاع 15 مصنعا في مختلف ربوع الوطن. المصنع سيسمح بتوظيف أزيد من 300 عامل على المدى المتوسط، تقول نوال اسماعيل فراكي. قرار إعادة بحث مصنع إنتاج للأنابيب الخرسانة العملاقة بمنطقة فرناكة بولاية مستغانم مكسب اقتصادي هام من شأنه امتصاص البطالة بتوظيف شباب المنطقة من جهة، وتلبية السوق الوطنية من المنتوج من جهة ثانية.
المصنع الذي أعيد فتحه يعتبر من بين 15 مصنعا التي تم استرجاعها عبر الوطن وإعادة تشغيلها، والتي تأتي وفاء لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو القرار الذي تمنه المواطنون. كيف فتحوا عاودوا فتحوا مليحة، هذه تشرف بلادنا وتشرف وليداتنا. بروفيتو لي جون تاع سورتو لا ريجيون تاع فرناكا، ميم لي جون تاع مستغاليم بزاف، كاين بزاف اللي عندهم دي كاباسيتي الله يبارك ما شاء الله. عملية إنتاج الأنابيب التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات، وذلك باستخدام آلات متطورة. تكون المصنع من ثلاث ورشات، الورشة الأولى هي التلحيم، تعني ان اتوا بالماده الاوليه نقوم بتلحيمها، بعد التلحيم للماده التلحيم نذهب الى التجربه وهي اسمها ايزوستاتيك، بعد اللي نقوم بالايزوستاتيك نشوفوا اين كاين، هل يوجد ثغرات نقوم بتلحيمها. الورشه الثانيه وهي الخرسانه، نقوم بخرسانه الانبوب، بعد اللي نقوم بخرسانه الانبوب يدي مده ثلاث ايام، بعد هذه الثلاث ايام نذهب به الى الورشه مسبقة الإجهاد، نقوم عليه نضع فيه المقاومة التي يستطيع أن يقاومها. ناهيك على النوعية الممتازة التي تتميز بها هذه الأنابيب، إذ تتحمل قدرة ضغط من 4 بار إلى 45 بار، ما يمكن هذا المنتوج باستغلاله وتوظيفه في المنتجات الكبرى بالخصوص مشاريع نقل المياه والري. كفاءات عمالية محترفة تمكنت من الظفر بمناصب عمل قارة بعد طول انتظار. وان شاء الله نكونوا احنا من اللي ساهموا ان شاء الله في الانتاج تاع الوطني ان شاء الله، وكنا بخمس سنين قاعدين وربي يفتح لنا ان شاء الله، وان شاء الله نكونوا خير، وان شاء الله المصانع هذو يفتحوا كاع ان شاء الله. صراحه تقدمنا الامل، حتى انا الخبر كما قال لك الخبر صار، خبر صار وكما قال لك هذا نظر مجهود الدوله، وري عندنا دروك الاولويه هنايا استرجاع اليد العامله الاولى اللي كانت خدامه هنايا. هذا المصنع اللي في مرحله اولى استطاع ان استرجاع 100 عامل لاجل اعاده بعث نشاط هذا المعمل، تم تجسيد هذا الامر على ارض الواقع وتحقيقه في اطار الديناميكيه اللي تشهدها ولايه مستغانم، وكمرحله ثانيه ان شاء الله عند وصول الى ذروه سيتم توظيف ما مجموعه 350 أو ما يفوق ذلك. بدخول مصنع إنتاج أنابيب الخرسانة العملاقة حيز الخدمة، سيساهم في اكتفاء ذاتي بهذا المنتوج وتحقيق انتعاش اقتصادي وطني. صدر اليوم في العدد رقم 51 للجريدة الرسمية القرار المحدد لكيفية التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح، وبمقتضى هذا القرار تطبق إلزامية التصريح بالعملة الصعبة من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين على المبالغ المحررة بالعملة الوطنية والأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع والتنظيم سار المفعول. تقويا وصلت أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي في التعاملات الأوروبية، وارتفعت أسعار العقود القياسية الأوروبية اليوم بنسبة 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف جويلية الماضي، كما ارتفعت الأسعار بأكثر من 15% خلال الأسبوع الحالي في ظل زيادة استهلاك الوقود في مناطق أخرى من العالم، ما أدى إلى اتجاه جزء كبير من الإمدادات العالمية إلى تلك المناطق. واستقبلت أوروبا مؤخرا عددا أقل من شحنات الغاز الطبيعي المسال مع زيادة الطلب عليها في مناطق أخرى من العالم، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة استخدام أنظمة تكييف الهواء، وبالتالي ارتفاع استهلاك الكهرباء والوقود المستخدم في تشغيل محطاتها. تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأسيوية في مستهل تعاملات اليوم واصلة للخسائر المسجلة وسط تدهور المعنويات العالمية. وعلى صعيد التداولات ترجع مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنحو 0.9% إلى 507 نقاط، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 7328 نقطة، كما شهدت الأسواق الأسيوية هبوطا جماعيا مع تكبد اليابان خسائر تجاوزت 5%.
دخل حيز التنفيذ القانون الصادر عن الاتحاد الأوروبي والمتعلق بالذكاء الاصطناعي بدءا من الفاتح أوت الجاري حسب ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية. ويعد هذا القانون أول تشريع يصدر في العالم في هذا المجال، وحسب القانون ذاته يتوجب على التقنية التي يتم تطويرها واستخدامها في الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي أن تكون جديرة بالثقة وأن تضمن حماية الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين. كما يهدف القانون إلى إنشاء سوق داخلية منسقة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وكذلك تشجيع اعتماد هذه التكنولوجيا وخلق بيئة مواتية للابتكار والاستثمار. تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في جوان الماضي وفق تقرير نشرته الفاو اليوم على موقعها الإلكتروني، إذ عوضت الزيادة في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر بشكل جزئي هبوط مؤشر الحبوب. وسجل مؤشر منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الذي يرصد السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم 120.8 في جوان المنقضي، كما انخفضت أسعار القمح بسبب زيادة التوافر الموسمي من الحصاد الشتوي الجاري والظروف المواتية في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أسعار النفط في العالم، وعلى صعيد التداولات هبطت الأسعار الفورية لخام برنت بنحو 1.60% لتصل إلى 80 دولارا للبرميل. وفي الوقت نفسه فقدت العقود الفورية لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي ما قيمته 1.7 دولارات ليتم تداولها قرب مستوى 77 دولارا و50 سنتا للبرميل بنسبة هبوط بلغت 2.10%. ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية مدفوعة باحتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. وعند التسوية ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7% إلى 2459 دولارا للأوقية، كما صعدت العقود الأجلة للذهب بنسبة 1% إلى 2507 دولارات للأوقية. ختام الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، السلام عليكم. شكرا لك منال. في تتمة نشرتنا وفي آخر تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد اليوم 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني على مدينتي غزة وخان يونس جنوبي قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان 2 وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح في وقت سابق إثر قصف صهيوني استهدف مخيم المغازي وسط غزة. هذا وقد استشهد أمس 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف صهيوني عنيف استهدف مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بحي شجاعية شرقي مدينة غزة، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا خلال الساعات 24 الأخيرة إلى 43 شهيدا وعشرات الجرحى. يحدث هذا في وقت حذر فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من التدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا. شيعت بالعاصمة القطرية الدوحة جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية ومرافقه بحضور رسمي وشعبي كبير، حيث أدى عشرة الآلاف من المصلين صلاة الجنازة على الراحل ليوارى بعدها أثر بحضور عائلته والمقربين. تسببت موجة حر غير مسبوقة بدول البلقان وإسبانيا في اندلاع العديد من حرائق الغابات، حيث تكافح المروحيات بمقدونيا الشمالية من أجل إطفاء الحرائق الخارجة عن السيطرة منذ أكثر
من 20 يوما، وفي ألبانيا تتواصل الجهود للسيطرة على الحرائق بعد أن سرعت الرياح القوية انتشارها، ما اضطر العديد من السكان إلى مغادرة منازلهم، فيما امتدت الحرائق في كرواتيا إلى الساحل الدلماسي. يذكر أن 9 بلديات إسبانية أصدرت إنذارا باللون البرتقالي للتحذير من درجات الحرارة المرتفعة في وقت يدعو فيه الخبراء إلى تسريع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ لتجنب المزيد من الكوارث في القارة. ونختم بأجواء الاستجمام في شواطئ العاصمة. وجهتنا شاطئ طمرس بعنطايا الذي يشهد إقبالا كبيرا من قبل المصطافين طلبا للترفيه والاستجمام وسط جهود ميدانية لتأمين هذا المقصد السياحي. محمد أبي إسماعيل. في فصل الصيف ومع زرقة مياه شاطئ عنطايا الجميلة، شاطئ يشهد إقبالاً من المصطافين. الجميع هنا يستمتع في بهجة وسرور حسب طريقته. فهناك من يستمتع بالسباحة واللعب في الرمال الناعمة، وهناك من يستغل هذه الأجواء الرائعة في مطالعة الكتب. أنا نعوم لهنا، ما عنديش قا بروبلم، نعوم لهنا مع أولادي وكلش. نجيب لو كانت اللي يعرفوا عنطايا اللي فامي قاعد يجوا لهنا. أنا نجوزو في الصيف لهنايا. الحمد لله لا بلاج نقية هاك تشوف يا أخو، الحمد لله. و زيد يا اخو العائله تم يجون كل مكان يا اخو تاني الحمد لله، واللي يطلع ويشكر ربي واللي تاني. الشواطئ المحروسه التي توفر كل سبل الراحه والاستجمام للعائلات اصبحت قبله سياحيه بامتياز. في إطار محاربة الحظائر غير الشرعية وكذا الظواهر السلبية المتمثلة في استغلال مساحات الشواطئ لكراء طاولات ومظلات الشمسية بدون وجه حق أو بدون سند قانوني أو رخصة إدارية سيطرة من الجهات الإدارية المختصة، سجلت مصالح هنا حجز كميات كبيرة من المظلات الشمسية والكراسي البلاستيكية من مختلف أنواع والأحجام، وهذا ما لقى استحسان لدى المواطنين. جهود ستجعل من صيفنا ماتعا هادئا وآمنا. الخامسة تمت. تذكير بعناوينها: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعلن 15 أوت الجاري تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية، والمندوبية الولائية بورغلا تباشر تحضيراتها لإنجاح هذه المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية. ضمن الجهد التنموي تابعنا المشاتي الحدودية بولاية تبسة تستفيد من برامج حيوية، وولاية برج باجي مختار تتدعم بمشروع مركز جديد لتخزين وتوزيع منتجات الوقود. في فلسطين المحتلة شهداء وجرحى في تواصل الغارات الصهيونية على قطاع غزة، وحصيلة الضحايا ترتفع إلى أزيد من 39,400 شهيد. إلى اللقاء.